الرحمن الرحيم. تعالوا مع بعض نخش بقى على المصنع بتاع البلط، اسمه بون مارو او النخاع او اسم تاني اسمه مايلويد تشو. هنا علشان اتكلم عليه لازم نعرف في مكانين في البون او نوعين من البون مارو، واحد اسمه ريد بون مارو والتاني اسمه يلو بون مارو. انهي المصنع فيهم اللي هو الريد؟ لكن البون مارو اللي هو يلو ده احتياطي للمصنع اللي هو الريد، لكن احنا مش هيهمنا ده جزء نظري. لكن هنا تعالى نخش على صورة البون مارو. البون مارو فيه ثلاث حاجات اساسية: خلايا بتاعت البلد اللي هي المذر سيلز اللي هي النقط الصغيرة دي بسميها مذر سيلز اوف ذا بلد او ستيم سيلز اوف ذا بلد، فيها فتحات او فراغات بيضاء كتيرة دي فات سيلز بسميها اديبوسايتس او فات سيلز. هنا بينهم الاقي فيه بطش حمراء بسميها بلد ساينوسويد، يبقى عندي رقم واحد بلد ساينوسويد هي البطش الحمراء، اي واحده بقع حمراء من هنا دي هي بلد ساينوسويد. طب مين النقط الصغيره دي؟ احفظ معايا النقط الصغيره دي الزرقاء دي ستيم سيلز اوف ذا بلد، ستيم سيلز اوف ذا بلد. طيب مين الشريط العامل زي العصايه ده؟ ده بون الترابيكولي، بون الترابيكولي حته عظم داخله جوه البون مارو دي برضو اشاور عليها بون الترابيكولي. يبقى هنا الصوره دي لو جات لي ايه الابيض ده؟ فات سيلز. ايه الابيض ده؟ فات سيلز او اديبوسايتس. ايه الفتحات اللي او النقط الزرقاء دي؟ ستيم سيلز او ماذر سيلز اوف ذا بلاد. طب ايه البطش الحمراء دي؟ بلاد ساينوسويد اللي هي دي الفراغات دي بسميها بلاد ساينوسويد. تاني يبقى كل نقطه بيضه كبيره قدامك دي منوره كده ده تعرف انها فات سيلز، كل نقطه صغيره زرقاء بالشكل ده او بنفسجي شويه دي ستيم سيلز، كل بطشه حمراء بشكل ده بلاد ساينوسويد. طب الحته اللي في الجنب دي اها مشاور عليها برافو بون الترابيكولي، بون الترابيكولي. يبقى تاني بون الترابيكولي المذر سيلز او ستيم سيلز اوف ذا بلاد فات سيلز تمام اند بلاد ساينوسويد. يبقى هنا صوره ثانيه برضو نفس الكلام، مش عندي غير الثلاث حاجات اديبوسايتس اهي اللي هي البقطش الحمراء دي، طب النقط الزرقاء الصغيره دي هيموبايوتيك ستيم سيلز او ستيم سيلز، هيموبايوتيك ستيم سيلز او ستيم سيل ماذر سيلز. طيب فين ال ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في حاجه جديده هنا. ده خليه كبيره اهي وفيها كذا نواه بسميها ميجا كاريوسايتس، دي الخليه الام بتاعه البليتلتس. هنا في الصوره اللي فاتت دي بلاد ساينوسويد اهي شايف اللي انا مشاور عليها اللي فيها نقطه الحمراء دي بلاد ساينوسويد، بلاد ساينوسويد. تاني بلاد ساينوسويد اهي، يبقى انا هشاور على البيضه دي ايه؟ فات سيلز او اديبوسايتس او لايبوسايتس اي حاجه من الثلاثه دي. مين اللي موجود هنا النقطه الزرقاء الصغيره دي؟ النقطه الصغيره الصغيره مذر سيلز او هيموبايوتيك ستيم سيلز بتاعه البون. مين الخليه الكبيره اللي هي متعدده الانويه دي؟ ميجا كاريوسايتس. مين النقطه الحمراء دي؟ بلاد ساينوسويد. يبقى نفس الكلام برضو موجود بس هنا في الدياجرام اهي موجوده عندنا مش هتهمنا. تعالى هنا برضو نفس الكلام، مين ديت الكبيره قدامك دي؟ فات سيلز. مين دي؟ بلاد ساينوسويد. مين دي؟ فات سيلز. مين دول؟ ده الهيموبايوتيك ستيم سيلز، هيموبايوتيك ستيم سيلز، هيموبايوتيك ستيم سيلز. تاني مين الابيض ده؟ فات سيلز واديبوسايتس. مين المنقط ازرق ده؟ ان احنا عندنا هنا الازرق الصغير ده هيموبايوتيك ستيم سيلز. مين اللي هي البطشه الكبيره دي والفتحه الكبيره دي؟ بلاد ساينوسويد. يبقى هنا ده كان البون مارو اللي هي ماذر سيلز اوف ذا بلاد. Thank you very much.